السلام عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. مع إشراقة شمس هذا اليوم نواصل تغطيتنا الخاصة لعاشر أيام مهرجان قطر الدولي السادس للصقور والصيد. بعد شوي راح تبتدي مسابقة الطلع ومسابقة هدد التحدي راح تواصل في الفترة المسائية. وعلى طاري هدد التحدي، وش رايكم نشوف أحداث يوم أمس؟ خلوكم معنا. فالك التوفيق يا بالرجل. ما شاء الله ولا إله إلا الله. ما شاء الله، يلا هنتعينا، يلا يا عادي يا دليل، يلا هنتعينا. ما شاء الله ولا إله إلا الله، حي والله غير هدد. ربه زبنة شوف العين. مثل ما نشوف الجمهور موجود، إدارة المهرجان مشكورة قائمة بعدد من الفعاليات الموجودة. أيضا هناك في الوجبات اللي تقدم مجانا للجمهور. ما شاء الله علي بن خاتب موجود، خلونا نشوفه. السلام عليكم. مرحبا عليك السلام يا اخوي. يا مرحبا ومسهلا ابو خاتب. مثل ما نشوف هذه الوجبات الشعبيه الموجوده مفتوحه للجمهور. نعم. وش وضعها، شلون ترتيبها؟ والله يا اخوي مشوفت عينك. يا مرحبا ومسهلا في الجميع. وذي كل سنه موجوده، واكلات شعبيه طبعا، واكلات من التراث القطري واصيله. واعتقد انها دعوه للجميع من يسمعني انه يجي لنا في مرمي وياكل من هاي الاكلات، حتى لو هم راعي طير ولا يحب يشوف الطيور، يجي ان شاء الله اكيد انه بيحب الوجبات هذه. بيض الله وجهك يا ابو خاتم. مشاهدينا زوار موجودين من كل انحاء العالم، موجودين يجربون اكلنا الشعبي. خلنا نتعرف عليهم. السلام عليكم. انا محمد من ليبيا، وحفل جميل، مكان جميل جدا، والاكل حلو والحمد لله. الاكل اللي انت تاكله وشو انت عارف شو اسمه؟ والله هذا حمص، بس مش عارف شو اسمه يعني بالضبط. هذا اسمه عندنا نخي. النخي. طيب انت وزملائك الموجودين، بس تعرفنا عليهم منهم. ايه، زملائي من اسبانيا، من مدريد. وفي اسبانيا في اكله شبه هذه، شبه الحمص هذا. وش يسمونها في اسبانيا؟ غارفانسو على ما ادري ليبيا. قصيدو. يعني معناتها نقول اليوم ان انتم تعرفتوا على بعض الاكلات مشابهه لنفس الثقافات لكن بمسميات ثانيه. مسميات ثانيه بس مثل هذه بالضبط حوالي. وش رايكم في الاكل التقليدي القطري؟ لا كوميدا قطري تيبيكا. Wonderful. We really appreciate it. Really tasteful. It's amazing. Can you say it in español? Es una comida estupenda, muy rica, muy sabrosa. Me recuerda mucho a. Está casi mejor que en España. ترجم لي اياها. قال الأكل حلو وأحلى من إسبانيا. أكيد أكيد. الشاب ما عرفنا رأيه. La comida que está muy buena. Yo soy de pocas palabras. أكل لذيذ جدا جدا. مشاهدينا مثل ما شفنا الكل يستمتع في هذا المهرجان، إن كان الأكل اللي يقدم مجانا، إن كان الاستمتاع بالطيور. خلنا نسألكم، أنتوا شفتوا هدد الطيور ولا لا؟ إيه شفنا. وش رأيكم فيه؟ كانت تجربة جديدة وغريبة علينا. غريبة يعني. كانت استمتاع؟ كانت ممتعة، وبالأخص الأسبان يعني كانت مفاجأة، يعني ما كانوش يتخيلوها بالشكل هذا، الشيء هذا. طبعاً أنت ليبي، أسباني من أصل ليبي؟ إيه أنا أسباني من أصل ليبي. وأول مرة تزورون الدولة ولا؟ لا، لينا حوالي 3 أشهر هون. احنا بادين شغلنا هون في قطر. الله يوفقكم ان شاء الله. مثل ما شفنا حياكم، تعالوا استمتعوا. هذول موجودين مستمتعين بالاكل الشعبي بالمسابقات، ونقول حياكم، راح تستمتعون اكيد في هذا المهرجان. كذور قشه المتسابق واخر المتسابقين صالح بن ناصر بن مشوط. فيروق يا هادي دليل، فيروق يا هادي دليل، يا هادي دليل، يا هادي دليل. ما شاء الله ولا اله الا الله، يلا ما شاء الله ولا اله الا الله. الف مبروك. اليوم تجهيز المسابقه الطلع،
اللي بتبتدي ان شاء الله من تاريخ 14 15 16 17. ان شاء الله بكره اول يوم نبتدي التاهيل فيهم، ناخذ افضل 10 من ناحيه الاتيام والدوائر. المكان جاهز عندنا من قبل ما نبتدي المسابقة، خذ منا 3 أيام للتجهيز، تركيب السكة، الحفرة، مخبأ الحبارة يعني اللي هي نعتبر احنا الدائرة الأولى اللي نأهل عليها الطيور. بالنسبة للحبارة الإلكترونية احنا سوينا عليها تجارب كثيرة قبل ما نحطها، احنا ما نخلي الطير يشوفها من قريب، لو شافها من قريب بيعرف ان هذه الحبارة إلكترونية ولا حبارة محنطة يعني، فاحنا نخبئها بعد ما يطلع الطير 300 متر نخبئ الحبارة، وهو يجيها على اساس ان حبارة يعني مثل اللي في الخلاء. طبعا الحين احنا المكان جاهز، هو اصعب شيء تركيب السكه والميزانيه للسياره اللي تمشي داخل السكه، اما الحين لمسات الاخيره يعني مثل ما تقول نركب الشجر اللي على اساس الطير يعرف انه مثل يعني يثبت وين مكان الحباره على الشجر هذا، بس في النهايه بتكون الطريقه بعد غير، في النهايه بنسوي ان شاء الله عندنا مفاجات للمتسابقين، نتمنى يكون يجهزون طيورهم. المسابقة راح تبتدي الحين وراح ناخذ لقاء مع أول المشاركين في هذه المسابقة، خلونا نتعرف عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك بالخير. الله يصبحك بالنور. تعال هنا شوي عشان الشمس ويبان وجهك. جاهز؟ إن شاء الله جاهزين. تعرفني على نفسك وعلى اسم طيرك. سالم جابر علي زبدان المري. نعم يا جابر. طير فيحان. جاهز فيحان؟ إن شاء الله جاهز. اليوم بتكون أحد أول متأهلين؟ ان شاء الله التوفيق. ابي تصريح منك، انت اول واحد ذا الحين المفروض انت اللي تحمس المشاركين كلهم، ابي تصريح. تصريح، انا اول سنه اشارك مع اخواني، اكيد فيه ناس لهم خبره اكثر مني ونتعلم منهم ان شاء الله ننافس معهم، نسال الله التوفيق. الله يوفقك ان شاء الله. هل كان في تدريبات خاصه يعني للطير؟ اكيد في تدريبات، ما حد بجايك هنا الا هو جاهز. تقدر تطلعنا على هذه التدريبات؟ والله تشوفونها إن شاء الله في الميدان. الله يوفقك إن شاء الله، أنت وإخوانك المشاركين كلهم، إن شاء الله أنكم كلكم تأدون الأداء اللي ترضون عنه وعن طيوركم إن شاء الله. راح نواصل مع باقي المشاركين. معك فهد بن محمد بن عياش المنصوري، وسم الطير ذياب، والله يوفقنا إن شاء الله، متجهزين والتوفيق عند رب العالمين. أمين. أنت كنت أحد أبطال هذه المسابقة سابقاً صحيح؟ أي نعم، مو بالسنة اللي فاتت اللي قبلها أخذنا المركز الثاني، وإن شاء الله حنطمح في الأول، والتوفيق عند رب العالمين. يعني أنت نقدر نقول أن عندك الخبرة لها المسابقة وقد تدربت فيها من قبل وقد خذيت فيها مركز، الحين أنت جاي تهدد ولا جاي تشارك؟ لا، احنا جايين نهدد ونشارك في نفس الوقت، بس هذه ما يبغي لها خبره، يبغي لها الطير راكد والطير اللي يشوف، وهذه ما اعتقد انها تدخل في الخبره. الخبره هذه شيء ثاني، عندك الدعوه عندك، اما تطلع الطير راكد والطير تطلع ينقال له طلع الراكد مره بيشوف وبيظهر.
الله يوفقك إن شاء الله أنت وإخوانك المتسابقين. واللي ما يعرف وش مسابقة الطلع راح يعرفنا عليها السيد محمد بن مبارك العلي رئيس لجنة مسابقة الطلع. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور يا مرحبا ومسهلا. لو تعرف مشاهدينا عن مسابقة الطلع. مسابقة الطلع طال عمرك مثل ما انت شايف عندنا الحبارة الإلكترونية المحنطة هذه، بتكون مسابقة مسافة كيلو للطير اللي تشوف من بعيد، يعني تتحرك الحبارة لمدة 3 دقائق لين مخبأ الحبارة اللي هو منقول احنا مكان ما تخمر الحبارة. عن طريقها راح نقيم الطير اللي بيطلع اسرع وين اقرب مكان بيوقع فيه من خلال الدوار اللي عند المخبأ. قلنا في حسبة للطير، من لكم درجات معينة لاختيار المتأهلين. صحيح، احنا ما عندنا، احنا شوف عندنا اول شيء نرجع للدوار مكان ما يوقع الطير، في دائرة اولى اللي قطرها تقريبا 10 والدائرة الثانية اللي قطرها 30 في دائرة قطرها 60. نرجع للدائرة الأولى اللي هي يعني مكان آخر ما دشت الحبارة في الحفرة، اللي هي يعني نقول في الطبيعة مكان ما تخمر الحبارة يعني. طبعا الطير اللي بيكون في الدائرة الأولى له الأسبقية، يعني هو حتى لو تيمة يعني وقت ما طلع من السيارة أكثر من اللي في الدائرة الثانية. يعني نرجع أول شيء للدوار ثم نرجع للوقت اللي طلع فيه الطير. ما هو الشيء اللي انتم تأملونه من هذه المسابقة؟ والله شوف المسابقة هذه الطلع هو للقانص، أهم شيء عندك يكون طير طلع. طير يعني انت مثل ما تدري شوف أكثر من الإنسان يعني علميا اللي 7 مرات ولا أكثر، فهو اللي خدم القانص في المقناص اللي بيطلع الحباري بيشوف الحباري. فاحنا يعني من خلال تدري الفترة هذه اللي راحت يعني يعني سويناها مسابقة للطيور الطلع اللي مثل تقول حصيد قل، وهم يعني هل الطيور يطلبون مشاركات أكثر، وجات هذه الفكرة على أساس أنه للطيور الطلع. طيب كم عدد المشاركين في هذه المسابقة وكم عدد المتأهلين اللي راح تصفون عليهم بعد نهاية المسابقة؟ عدد المشاركين 100، قسمناهم إلى 25 يعني 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 25. اليوم أول يوم اللي هو الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وإن شاء الله وحين بناخذ أفضل 10 من المجموعات كلها، يعني أفضل 10 اللي بتروح للنهاية من ناحية الدوائر وسرعة خروج الطير من الموتر. طيب الجوائز، تكلمنا شوي عن جوائز هذه المسابقة. الجوائز يعني المركز الأول في إكسار
المركز الثاني جي اكس او جي اكس ار، المركز الثالث مبلغ مادي اللي هو 100,000. خلنا نشوف المتسابق الثاني، خلونا ناخذهم قبل ما يبتدون، خلونا نشوفهم ونشوف جهوزيتهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم أهل قطر. مرحبا الله. تعرفنا على نفسك وعلى اسم طيرك. أخوك محمد بن علي التمتام، واسم الطير إنجاز. إنجاز؟ صاحب إنجاز هو بيصير الإنجاز إن شاء الله. إن شاء الله. إنجازك وشو؟ الأول عطل السنة الماضية. عادي، تستاهل، يعني أنت بطل العام. أنا بطل العام إن شاء الله، والله يوفقنا السنة هذه ونجمل إن شاء الله. اللهم آمين. السنة هذه جايب تحدي بقوة، تحافظ على مركزك ولا؟ بإذن الله إن شاء الله، إحنا جايين نبي إنجاز، وجبنا إنجاز، وطبعاً مو بطير العام، يعني طير العام ريحنا على أساس نشارك بشيء جديد إن شاء الله، ونستمتع وياكم، ويوفق الله يوفقنا ويوفق أخواننا المشاهدين إن شاء الله، والمتسابقين بعد مع المشاهدين. آمين إن شاء الله. الشباب اللي معك ذولا منهم؟ هذا علي محمد، وهذا اللي وراء راعي إنجاز فيصل. الله يوفقهم. دم راعي إنجاز كاميرتنا، خلونا نروح لهم، خلونا ناخذ الشباب نشوفهم اللي من أهداف هذه المسابقة وهذا المهرجان توصيل وتوثيق عاداتنا، عادات أبانا وأجدادنا، ونقلها من جيل إلى جيل، وخلونا نشوف جيل المستقبل. سامعكم؟ أيوة سام. تعرفنا باسمك؟ علي محمد. ونعم يا علي. علي ايش جاي تسوي هنا؟ جاي مهبي. خلنا نشوف راعي الطير. أنت راعي الطير؟ شو اسمك؟ فيصل. نقول له أنا اسمي فلان بالفلان وطير اسمه كذا. أنا اسمي فيصل بن محمد علي التمتام الغيثاني، وطير اسمه إنجاز. ونعم. أنت جاي تفوز ولا جاي يمكن؟ جاي يفوز. طيب شو تقول لباقي المشاركين؟ أنت جاي تفوز وتأخذ المركز ولا هم اللي بيأخذونه عنك؟ أنا جاي يفوز وأخذ المركز. الله يوفقك إن شاء الله ويوفق كل المشاركين. جميل جدا نشوف هذا الجيل، نشوف أبنائهم موجودين يساعدون ويعززون ويرفعون معنويات أبوهم في هذه المسابقة لتوريثها لهم. وجعل فالك التوفيق يا راعي مخباط.
صاروا المتسابقين عندنا، والحمامة تحت، الحمامة تحت، بيروق بيروق يا هادي أدليل. يلا انتعينا يلا يلا انتعينا يلا يلا انتعينا يلا. مخباط يا مخباط مخباط يا مخباط. يلا انتعينا، لا تحول، خليك راعي خططك، فلا تحول، ارتفع من عندك يا هادي أدليل. مخباط يا مخباط، جاكم مخباط يا هادي أدليل. يلا انتعينا يلا يلا انتعينا يلا يلا انتعينا يلا يلا انتعينا يلا. ما شاء الله، ليلة الله، بيروق 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 يا هادي أدليل، يا هادي أدليل. يلا انتعينا يلا. صفقة يا جمهور، اقبض الحمامة يا لجنة. أول متأهلين هذا اليوم نتعرف عليه، ألف 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 مبروك. الله يسلمك. شو اسمك وش اسم طيرك؟ فهد بن جبر الحميس المسيفري، طير مخباط. ونعم، وهو مخباط ان شاء الله، وخبط الحمامه، صحيح؟ صحيح. فوزك هذا انت جاي مع من اول شيء؟ مع ابوي وعمي. والله ونعم ونعم ونعم. قبل ما ناخذ ابوك خلنا معاك، انت كنت متاكد ان اليوم راح تتاهل؟ والله العلم عند الله، ما ادري. يقولون اليوم انت قبل ما تبتدي المسابقه قاعد وتاكل حب ومريح، امورك طيبه؟ اي صحيح. ليش؟ واثق واثق من الطير، واثق من الطير، وجعلها مبارك، والله يوفقكم ان شاء الله وتستاهل الناموس. وصقارتك هذه ما اللي علمك عليها؟ والله وراثه، هي ابوي وكله وراثه. يعني ابوك هو اللي علمك؟ تعال كاميرتنا خلنا ناخذ ابوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جعلها مبارك. الله يجزاك خير ويبارك فيك، بيض الله وجهكم. الله يجزاك خير وجهك. اليوم كنت متاكد ان ولدك فهد راح يتاهل؟ والله هذا عند الله، الواحد يجتهد والباقي على الله. طيب سر التدريبات هذه، واكيد انت اللي كنت تدربه، علمنا سر التدريبات هذه، يمكن المشاركين الجايين يتعلمون منك. والله هو هي تعتمد على الطير اولا، والواحد يجتهد وان شاء الله يتحرى منها الخير. اللهم امين. الله يوفقك ومبارك لكم ووجهك. هذا أول متأهلين هذا اليوم، نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل باقي المشاركين اللي للحين ما صادوا أو للحين ما هدوا طيورهم، الله يوفقهم. وهذا فهد راعي مخباط فتح باب اليوم، ونتأمل التوفيق لكل المشاركين. نواصل تغطيتنا لمسابقة هدد التحدي، معانا أحد المشاركين نتعرف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام، معاك أخوك ناصر بن خليفة بن ناصر الثاني. شو اسم طيرك؟ سكين. هو سكين ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، نطلب من الله التوفيق. طيب شلون استعداداتكم انتم للطير؟ شلون ترتيبكم قبل ما تجون للمسابقه؟ والله الطير سبوق، عليه ترشيحات قويه، ان شاء الله ان شاء الله انه بيصيد. ان شاء الله انه بيصيد، بس بيصيد بيعلق ولا بيزبن؟ لا ان شاء الله انه بيعلق. ان شاء الله، نسال الله التوفيق. زين، شو تقول لاخوانك المشاركين اللي الحين ما جاء دورهم؟ ان شاء الله الله يوفقهم جميعا، ان شاء الله كلهم يصيدون، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طيب الجمهور والمشاهدين اللي ما جاوا لحد الحين، ما جاوا مهرجان مرمي، شو تقول لهم؟ اتمنى انهم يحضرون فعاليات طيبه، ويستانسون ان شاء الله بالهدد والمسابقات الثانيه. الله يوفقك ان شاء الله، ونسال الله لك التوفيق وفالك الناموس. مشاهدينا مثل ما شفنا احد المشاركين موجودين، المعنويات عاليه، ونقول ان شاء الله الله يوفقهم، ونشوف متاهلين اليوم. هزاع بن سالم، الشاعر هزاع بن سالم، اللي يقول الصدر زاجل، الهم زاجل، والصدر فرخ شاهين، وحلف عليها ما تعدى المنص. براعي تحت ينتفض من طياره، يلا انتهينا يلا يلا انتهينا يلا، يا هادي يا دليل، يا هادي يا دليل، يلا انتهينا يلا. ما شاء الله ولا اله الا الله، حول حول حول، يلا انتهينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حول يا هادي يا دليل، يلا انتهينا. اللهم صل وسلم على محمد. بيروق بيروق بيروق، راق
آخر لحظات هذا اليوم من صبخة مرمي من ميدان التحدي، نقول ألف مبروك للمتأهلين في مسابقة الطلع ومسابقة هدد التحدي، نقول لهم ألف ألف مبروك وحظا أوفر لباقي المشاركين. انتهت تغطيتنا لهذا اليوم، من بيشاهد أكثر عن فعاليات هذا اليوم استطيع متابعة برنامج عنة مرمي على قناة كاس 2، ونقول إن شاء الله راح نواصل ونواصل تغطيتنا لهذا المهرجان. معاكم أنا حسن الشهراني على أفضل شاشة تلفزيون قطر.